بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا ان شاء الله النهارده عن الفاجوسيتيك انتكس. تعرفوا هو الافرج نمبر اوف بكتيريا او انجستد باي فاجوسيتيك سيلز، هو العدد بتاع البكتيريا اللي بيحصل له انجولفمنت باي فاجوسايتس. طيب بيتعمل ازاي؟ بيعمل انكوبيشن للبلاد او الفاجوسيتيك سيلز مع البكتيريا او الكانديدا على حسب الشغل اللي انا هشتغله، وبعد كده بنحسب عدد البكتيريا الفاجوسيتيك سيلز عملت لها انجولفمنت. طب اديني انديكيشن لان ايه؟ بيديني انديكيشن على الفاجوسيتيك اكتيفيتي بتاع الفاجوسايتس. طيب عندي تعريف تاني للفاجوسيتيك اندكس من ناحيه الميديكال. ديفينيشن اوف فاجوسيتيك اندكس هو عباره عن ميجر اوف فاجوسيتيك اكتيفيتي ديتيرمايند باي كاونتينج نمبر اوف بكتيريا which engulfed by phagocytic أو phagocytes. هو عبارة عن مقياس أو قياس للفاجوسيتيك اكتيفيتي أو نشاط التبلعومي بتاع الخلايا الفاجوسايتس، وذلك عن من خلال ايه؟ من خلال اللي هو بيعمل ديترماين أو تعيين أو عد للعدد البكتيريا which engulfed by phagocytes. طيب عندي هنا معادلتين مهمين، اول حاجه الفاجوسيتيك ريشيو، تاني حاجه الفاجوسيتيك اندكس. الفاجوسيتيك ريشيو عباره عن ايه؟ نمبر اوف فاجوسايتس او فاجوسيتيك سيلز which engulfed بكتيريا على النمبر اوف فاجوسايت. يعني ايه؟ عدد الفاجوسيتيك او الفاجوسايت سيل اللي عملت انجولفمنت البكتيريا فعلا، يعني عدد الفاجوسايتس اللي فعلا عملت انجولف البكتيريا على النمبر اوف فاجوسايتس، على التوتال نمبر، مش كل الفاجوسايت هتعمل انجولف. فبنشوف عدد الفاجوسيتيك بيرسنت او النسبه بتاع الفاجوسايتوزيس بتتحسب. ان انا بعمل ايه؟ بقسم عدد الخلايا اللي عملت الفاجوسايت فعليا على التوتال نمبر اوف فاجوسايتس اللي موجوده عندي في السم. تاني معادله عندي الفاجوسيتيك اندكس. الفاجوسيتيك اندكس بحسبه ازاي؟ بعمل كاونت او بعد عدد البكتيريا اللي انجولفد باي فاجوسايتس، بعد البكتيريا اللي حصل لها التهام بواسطه الخلايا على عدد الفاجوسيتيك سيلز. ده بسميه الفاجوسيتيك اندكس. التعريف التالت عندي هو obscenic index. عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسبة phagocytic activity of patient blood for a given bacterium. يعني النسبة بتاع phagocytic activity او phagocytosis للبكتيريا الموجودة. بعمله ازاي؟ بعمل incubation او تحضير لsaturated blood مع bacterial suspension. بحضن البلد مع bacterial suspension عند درجة حرارة 37 درجة سيليزية لوقت معين او وقت محدد اللي هو ايه؟ 15 منت. ده بسميه الأوبسينيك إندكس.